السلام عليكم. ضربة مدوية طالت الأراضي العراقية يوم أمس، والاستهداف جاء مباشرة تجاه أراضي إقليم كردستان. الوكالات المحلية وكذلك الوكالات الدولية مثل وكالة روداو أو حتى نيويورك تايمز تحدثت عن تفاصيل ما جرى. وتفاصيل هذه الضربة ببساطة هي أن الاستهداف جاء على إقليم كردستان هنا باللون الأصفر كما تلاحظون، وباتجاه محافظة السليمانية. طائرة مسيرة تركية هي التي دخلت الأراضي العراقية بهذا الشكل وقطعت مسافة أكثر من 260 كيلومترا لتصل إلى السليمانية، مستهدفة ناحية موجودة إلى جنوب شرق السليمانية ألا وهي ناحية عربت، وتحديدا على المطار الزراعي الموجود هناك التابع لهذه الناحية. وتم الاستهداف الذي أدى طبعا في نهاية المطاف إلى إعلان مباشر بأن كانت هنالك وكان هنالك قتلى وجرحى بين القوات أو قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا ثلاثة قتلى من جهاز مكافحة الإرهاب التابع لطبعا PUK ألا وهو الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك هنالك ثلاثة عناصر آخرين قد جرحوا بسبب هذا الاستهداف. وكانت هنالك لقطات لطبيعة هذا الانفجار الذي جاء بهذا الشكل من ضربة بالطائرة المسيرة. بطبيعة الحال دائما الضربات بالطائرات المسيرة تحديدا طائرات البيرقدار تأتي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وواضح بأننا أمام استهداف لنقطة معينة موجودة في هذا المطار. وكانت هنالك لقطات ما بعد هذه الضربة جاءت بهذا الشكل، هي واضحة للغاية لهذا الموقع تحديدا هو الذي استهدف هذا الهنجر الذي ترونه في هذا المطار. وبالتالي بالاستفادة من هذه اللقطات وأيضا المعلومات التي ذكرناها، من الممكن أن نحدد بالضبط أين يقع هذا المبنى وهل هو فعلا في هذا المطار. سنلاحظ بأننا أمام مبنيين أو طبعا اثنين من الهناجر هنا موجودة، وأيضا نحن أمام كما نلاحظ برج باللون الأحمر باللون الأحمر والأبيض، وهذا هو المبنى الذي استهدف كما نلاحظ. هنا جبال، هنا مساحة طبعا خالية، وهذا هو المطار كما نلاحظ. من لقطة أبعد سنلاحظ بأننا أمام مجموعة من المباني البيضاء، هذا هو المبنى الأخير هو الذي استهدف كما هو واضح. ونحن طبعا على هذا الطريق القريب من هذه المنطقة، هناك الجبال طبعا بهذا الاتجاه، وبالتالي التصوير واضح بأنه يأتي من هذه الزاوية. هذه مهمة لكي نحدد ما جرى بالقمر الصناعي. وبالتالي كما تحدثنا الاستهداف جاء باتجاه محافظة السليمانية، نقترب أكثر والمنطقة المستهدفة تأتي إلى جنوب شرق السليمانية، هذه هي ناحية عربت، وهذا هو المطار الزراعي كما هو معروف عن هذا المطار. وبالتالي إذا أخذنا نفس هذه اللقطة من صورة جوية على القمر الصناعي ونحاول أن نقترب من هذه الناحية قليلا، سنقترب قليلا الآن بالقمر الصناعي وسنلاحظ بأن هذه الناحية وهذا هو المطار الذي تحدثنا عنه الآن. وبالتالي واضح جدا من اللقطة هنا بأنك أمام مجموعة من الجبال، هذا هو المطار ومجموعة المباني هنا، وهذا هو الطريق الذي يبدو بأنه استخدم في عملية التصوير للقطات التي جاءت بعد هذه الضربة. بالتالي نحن بحاجة للاقتراب من هذه النقطة لنحدد طبعا الموقع ونتأكد منه. بالاقتراب من هذه النقطة والالتفاف قليلا إلى اليمين مع الاقتراب طبعا سنلاحظ بأن كل شيء يتطابق مع الصورة التي طبعا تمكننا من تحديدها أو أخذ علاماتها. هذه هي المباني التي ركزنا عليها، وهذا هو البرج، وهذا هو المبنى الذي استهدف بالضبط والذي كان هدفا لهذه الضربة. وبالتالي بشكل عام عملية التصوير التي جاءت في المقطع الآخر هي كانت بهذا الاتجاه، صورت كل شيء وكل شيء يتطابق لهذه المنطقة. وبشكل مثير للغاية طبعا عندما نتحدث عن هذا الموقع تحديدا، فإن هذا الموقع كما تحدثنا بأنه مطار زراعي، لكن فجأة أن هنالك قوات من جهاز مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه نقطة مثيرة للغاية. ما الذي يفعله عناصر طبعا جهاز مكافحة الإرهاب هناك في هذا المطار الزراعي؟ هذا المطار بشكل مثير كما نلاحظ من خلال العلامة، من خلال الرسم أو التخطيط
لهذا طبعا المطار، سنلاحظ بأن قبل شهرين تقريبا أو أكثر من شهرين كان هنالك استعراضا عسكريا في هذه المنطقة من قبل نفس الجهة الأمنية، ألا وهو جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني السيد بابل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في 8 يوليو. كما تلاحظ قبل أكثر من شهرين تقريبا كان حاضرا لهذا الاستعراض العسكري، وواضح جدا أمامك المباني هنا باللون الأبيض للنقطة التي استهدفت، هذا ونفس المبنى الذي استهدف كما تلاحظ من طبيعة التخطيط للمطار كما تلاحظون الآن هو نفس المبنى الذي استهدف، وطبعا السيد بافل طالباني كان حاضرا بهذا الشكل، استعراض مهم لهذه القوة المهمة التي يستفيد منها العراق كثيرا في محاربة الإرهاب بشكل عام وتحديدا تنظيم داعش الإرهابي لسلامة إقليم كردستان وأراضي إقليم كردستان. وطبعا كانت هذه هي لقطات لطبيعة الاستعراض الذي جاء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ستلاحظ من شكل الموقع، من طريقة الموقع، من الجبال، من الموقع، من الهناجر التي نراها هنا أو المباني، تلاحظ فعلا بأننا أمام نقطة ومطار يجري فيه استعراض عسكري بشكل واضح. بالتالي وجود هذا الاستعراض العسكري هو يوضح بأننا أمام مطار تحول إلى نقطة أمنية مهمة للغاية، وهو لم يعد مطارا زراعيا على الأقل من خلال هذا الاستعراض الذي رأيناه ومن خلال المعلومات التي نشرت حول هذه القضية. بشكل عام المسألة واجهت تركيا سخطا وتنديدا، العملية بشكل عام لم تعجب العراق أبدا ولم يكن معجب بها أبدا، وحتى بعثة الأمم المتحدة نددت بما جرى واعتبرت بأن هذه عملية خطيرة للغاية وخرق للسيادة العراقية، أيضا الجانب العراقي، إقليم كردستان، خلية الإعلام الأمني، وحتى أن الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة السيد يحيى رسول أيضا ندد بهذه القضية، وكانت رئاسة الجمهورية العراقية دخلت على الخط وطبعا اتهمت بشكل مباشر كأول طرف يتهم تركيا. كل هذه الأطراف قالت بأن طائرة مسيرة قريبة من الحدود مع تركيا هي التي قامت بهذا الاستهداف، بالتالي كان هنالك نوع من الحذر في اتهام تركيا، ولكن رئاسة الجمهورية كانت واضحة وقالت بأنها ستستدعي السفير التركي وستقوم بتسليمه مذكرة احتجاج. ولكن ما يثير الجدل هنا بأن الأمر ليس واضحا بالنسبة للعراق حتى هذه اللحظة، ويبدو أن هنالك ملابسات حول هذه الحادثة، فالعراق رغم أن هنالك شهداء قد سقطوا من قواته الأمنية بسبب هذا الاستهداف التركي الواضح، لأن العراق لن يشتكي على الأقل حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها على تركيا في مجلس الأمن الدولي كما فعل في المرة السابقة عندما كان هنالك استهداف على إدهوك على أحد المصايف الموجودة هناك والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء العراقيين. سبوتنيك على سبيل المثال تحصلت على تصريحات قادمة من البرلمان العراقي أكدت بأن العراق لا يفكر في الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للشكوى على تركيا بسبب هذه الحادثة، وأيضا أكدت بالعكس البرلمان العراقي فتح قنوات للحديث مع تركيا للوقوف على ملابسات ما جرى ولماذا جرت الأمور بهذا الشكل. وطبعا البرلمان العراقي هو لا يذهب بهذا الطريق إلا وأن هنالك شيئا، أن هنالك مشكلة حقيقية، لأن هنالك شكوك حول ما جرى. تركيا عندما تستهدف عادة ما يكون هنالك عنصر من البككة أو غيرها من حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة، فواحدة من الأمور المثيرة من هؤلاء الشهداء الذين ترونهم هنا تحديدا من جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني الذين سقطوا طبعا بسبب هذه الضربة بالطائرة المسيرة التركية، الشخص الذي ترونه هنا في الوسط ألا وهو رابر أنور محمد، هذا الشخص لديه صفحة أو قناة على اليوتيوب كما تلاحظون من هذه الصفحة الخاصة به، ونفس الشخص وهو يصور عادة مقاطعا بالطائرات المسيرة للمناظر الجميلة الموجودة في السليمانية وأقليم كردستان بشكل عام، ولكن عندما تقترب منه هنا فستلاحظ بأنه UAV expert أي أنه متخصص بالطائرات المسيرة، وطبعا مع وجوده كأحد طبعا القتلى من هذه الضربة التركية يوضح لك أنه ليس بالمتخصص العادي، بل أن آخر مقطع وآخر فيديو نشر له قبل عام كما تلاحظون هنا وتحديدا في 6 أغسطس من عام 2022 نشرت له هذه أو نشر هذا المقطع بنفسه طبعا وهو يطلق هذه الطائرة المسيرة بهذا الشكل، بالتالي يوضح لك أن هذا الشخص خبير ويعرف تمام
تماما ما الذي يقوم به؟ والمثير بهذا الأمر بأن بعض الوكالات الأنباء المهمة على سبيل المثال مثل كردستان واتش التي ترونها كانت قد تحدثت بشكل مثير للغاية بأن كانت هنالك عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وتحديدا من جهاز مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية موجودين في هذا المطار في مطار عربت، وأنهم كانوا تحت التدريب وتحديدا التدريب في الطائرات المسيرة كما تحدث ناشطين موجودين من الناشطين المطلعين طبعا على هذه التفاصيل في إقليم كردستان. قالوا أن هنالك تدريبا في المطار تحت إشراف جهاز مكافحة الإرهاب، وبأن التدريب هو مرتبط طبعا بالطائرات المسيرة. أنت أمام مطار ومتخصص بالطائرات المسيرة وأمام الواي اي تي التي ترونها هنا، وهي القوات الخاصة السبيشال فورسز في قوات سوريا الديمقراطية. لكن مصادر أخرى مثل باس نيوز كما تلاحظون قالت بأن كانت هنالك عناصرا من البكك حزب العمال الكردستاني الشرق الأوسط. مصادرها الخاصة تحدثت أن هنالك عناصر في البكك من البكك موجودين في تلك النقطة، وحتى أن العربية الجديد اتفق عن هذه التفاصيل وقال بأن هنالك عناصرا وأعضاء بارزين في حزب العمال الكردستاني. لا بل إنهم ذكروا الآتي عن المبنى الذي استهدف. قال مسؤول في البيشمركة للعربية الجديد أن القصف استهدف موقعا داخل المطار كان حزب العمال يعد فيه طائرات مسيرة انتحارية، بالتالي هنالك شكوك خطيرة للغاية وملابسات خطيرة حول ما جرى، وبالتالي يجب أن ننتظر من الجانب التركي أيضا ما الذي سيوضحه حول هذه القضية وكيف العراق سيتعاطى مع هذه المسألة. هي علامة استفهام وعلامة تعجب بكل تأكيد، ولكن هو كان حدثا خطيرا وكبيرا للغاية. الأمر لم يتوقف على هذه الضربة التي جاءت على السليمانية فقط، لا أبدا، بل في أربيل أيضا كان هنالك حادثا خطيرا تحدثت عنه كردستان واتش بأن أشخاص مجهولين فجأة هاجموا أحد القيادات البارزة في حزب العمال الكردستاني يوم أمس طبعا، والشخص نشروا صورته بهذا الشكل واتضح بأنه الرئيس للمكتب الجنوبي لحزب العمال الكردستاني هو الذي استهدفه هؤلاء المجهولين. وبالتالي هنا أيضا أصابع الاتهام تذهب لتركيا بأنها كانت خلف هذه العملية. تركيا لديها استخبارات قوية وهي تستهدف قادة حزب العمال الكردستاني في الفترة الأخيرة بشكل كبير وعال للغاية. وما هو ملاحظ الآن على تركيا في الفترة الأخيرة بأنها صعدت كثيرا من استهدافاتها على الأراضي العراقية في إقليم كردستان تجاه حزب العمال الكردستاني. فهذا التصعيد طبعا جاء حتى بعد زيارة هذا الرجل ألا وهو وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي قال كما تلاحظون في نهاية شهر أغسطس أي نهاية الشهر الماضي سنطهر العراق من حزب العمال الكردستاني. وأيضا في نفس الوقت طبعا أن الأمر ملاحظ مع التصعيد التركي، هنالك من جهة أخرى العراق يتعاطى مع إيران كثيرا في الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، واليوم هو آخر يوم لتاريخ المعاهدة الأمنية أو الاتفاقية الأمنية التي وقعت مع إيران لإخراج الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة أو إبعادها من الحدود مع إيران، وأن تكون هنالك قوات في المنطقة ما بين هذه الأطراف الإيرانية المعارضة وإيران. وطبعا قيادة قوات الحدود العراقية بيانات رسمية أيضا صدرت بأن القوات العراقية الآن سيطرت وأصبحت موجودة على الحدود مع إيران، وبالتالي الآن إيران تحقق في المسألة. ولكن العراق أكد بأنه تمكن من خلال هذا البيان من ضبط أموره وتحقيق كل ما هو مطلوب منه في هذه الاتفاقية الأمنية. وبالتالي هنا وكأن تركيا تقول لماذا تتعاطون مع إيران في هذه المسألة ولا تتعاطون معي في قضية حزب العمال الكردستاني، وتبعدونهم أيضا من الحدود لكي أيضا أخرج أنا من العراق ولا أقوم بالمزيد من العمليات.